ماذا تفعل؟ سؤال، ماذا تفعل إذا اكتشفت إن إحدى فردتي حذائك تختلف عن الأخرى وأنت في مكان عام؟ يعني إذا أنت بلحظة في مكان عام وتكتشفين إنه فردتي الحذاء مالتك واحدة مختلفة عن الأخرى، واحدة سودة مثلا واحدة حمراء، أخ أنا صايرة بيها في يوم من الأيام وسويت شيء، أريد أشوف أنت شو تقولين؟ أنا أقول أنزع الفردة، يعني أنزعهم اثنينهم. اثنيناتهم تنزعيهم؟ إيه. لا 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 جديات وتمشين حافية. سويتها. سويتها؟ يا سلام. أنا عندي صديق أيضا اسمه رعد، هم أنا سواها فعلا، صديق رعد يعني صديقي موجود بغداد، نزع. خلينا نشوف، خلينا نشوف هذا احتمال وارد، نزع الفردتين. أخلع الفردتين. إذا تحية لك وتحية لصديقي رعد الذي خلع فردتيه ومشي ومشى حافية. مشى حافية. وستنها شو تقولين انت؟ أنا أكمل وقت على موديل جديد. ها؟ أكمل بيهم، أكتشف موديل جديد. أكمل، لا أبالي. أخليهم يكتشفون هذا موديل جديد، حذاء أسود أو أبيض هالليل. صح أخ، لا أهتم. قرري أنت التي لا تهتمين. مع من نذهب؟ معهم؟ فضي أخت نهى وفضي بابا سفانة وخل... ها؟ شنو؟ خلي نشوف الأستاذ خالد. أنت إذا كنت بمكان عام وتكتشف أنه فردتي حذائك واحدة تختلف عن اللغة، واحدة لون واحدة لون، شو تسوي؟ واحدة قالت لا أهتم، وسفانة قالت اثنينات ننزعهن ونروح ستايل جديد. اي ستايل جديد. انت شو تسوي؟ لا ممكن يعني جيل القديم شو يسوي؟ ممكن اقعد بمكان انا يعني منزوي واخابر على يعني، او اشتري لي راسا، اشتري لي زوج، اشتري اشتري زوج، اشتري واحده من جديد. اشتري اشتري جديد. اشتري حذاء جديد. صح والله صح، اشتري شيء اخر والبسه. والاخ سعد بالمباشرة أخابر ابني خلي يجيب لي تكرام حذاء جديد من البيت. شلون؟ أخابر ابني أخلي يجيب لي حذاء من البيت على المكان. أخابر أحد معارفي أصدقائي أهلي ابني أخي ليأتي لي حذاء جديد. نعم. خلي نشوف بالله. لا خطأ، خطأ أول وإلاف. أم هاي أم مو أم أم لو أم أنا؟ لا أم أنا. أم أنت أم مؤهدة كتل الأم ما الكفل الأرض عم 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 أي أم أخذ سيارة بسرعة وأرجع للبيت يعني. أعود إلى البيت. أي أعود إلى البيت. نعم باقي احتمالين.